سيدة على التليفون. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا أستاذ سيدة. بص حضرتك، اتجوزت قعدت 12 سنة ماشي، معايا منه 4 عيال، وما سبته، هو بيضربني ويعورني بالسكينة ومقطع لي جسمي خالص، فسبته وخدت شقة بره وقعدت بيها أنا وولادي الأربعة. ماشي، الأربع بنات، الأربع وأمي وأبويا ميتين. الله يرحمه. فبرضه بيقول لي، معايا 4 بنات، يقعد يقول لي انا او طلقتك، انا سايباه وواخده شقه بعيد يعني عنه، يقول لي هقول ان انت مشيك مش كويس، يعني كلام مش كويس حضرتك. ماشي، فانا مش عارفه اعمل ايه. طيب، طب هو السؤال يا ست سيده، لما جوزك بيضربك ويقطعك بالسكينه والدم بينزل والوحشيه دي، جبنا 4 عيال ليه؟ لا، ما كانش فيه ان هو كان كويس ساعتها، يعني الاربع عيال جم في وقت السلام والطمانينه، ايه اللي حط، ايه اللي غيره بقى ما دام كان يعني بعد كويس؟ كده بقى يشرب، وما بقاش بعد كده بقى يشرب وينصب وياخد فلوس من الناس، طب وانا سبته انت لسه على ذمته صح؟ انت لسه على ذمته؟ ومش عارفه اتطلق منه، يعني مش عارفه تتطلق. طب وانت عندك 4 بنات، وهو بيقول لك ان انا ممكن اطلع عليك، انت سيئه السمعه ونسي ان انت ام بناته الاربعه. يا استاذ، يا استاذ، دي ام بناتك، يا استاذ، دي سمعه ام بناتك، يعني ناهيك ان انت عندك بنات منها، وانها بينكوا عشره واكلتوا عيش وملح مع بعض، ده ام بناتك. يعني البنات بيتجوزوا ازاي في الاخر؟ انا مش فاهم بهذا المنظر. يعني انت في الاخر بتدفعها الى الانحراف وبتسوق سمعه بناتك، ما هو في الاخر انت ابوهم. يعني انت لما يتجوزوا المفروض يعني بعد عمر يعني كده قريب كده وربنا يفتحها في وشهم، هيضطروا يجيبوك انت ابوهم في النهايه. بشكرك جدا يا سيده. ايه بقى اللي احنا بنسمعه؟ مشاكل يدمى اليها، يدمى اليها القلب. ده غدر وخيانه، ده غدر وخيانه وقله اصل وعدم احترام وعدم شعور بالمسؤوليه. والناس في ضيق من العيش، يعني ربك سبحانه وتعالى. ده ليه دعوه بقى، دي واحده، ده ليه دعوه بالتدهور الاقتصادي او الاجتماعي؟ انا اعتقد ده لا، ده مش دعوه بالفقر ولا غلاء المعيشه. هو شرب المخدرات، ده شرب المخدرات، ده هو راجل عالي وخلاص ضرب كده، ان ياخد الفلوس اللي بيشتغل بها ويروح يشرب مخدرات او يشرب خمر او غير ذلك، ويؤذي مراته ويؤذي اولاده. يا مولانا، فكره ان ابو البنات الاربعه دي، يقول لك يعني ابو البنات، يعني ازاي تتهم ام بناتك شرفك وعرضك انها بتجيب رجاله في البيت؟ لا لا لا، انسان مغيب عقليا ومغيب نفسيا، وانسان لا اخلاقي وغير، يعني هل ده بيصلي؟ هل ده بيصوم؟ هل ده يعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ مستحيل. طب، فده عامل من عوامل الغدر، اللي هو الانسان عقله خلاص. عموما احنا دايما بنحاول نلم شمل الاسره، وبنحاول دايما نقول يعني ان احنا في دنيا ودين، بنحاول دايما نقول لحضراتكم ان احنا هذه الظواهر السلبيه، ولكن